ذكر عليه الصلاة والسلام من علاماته علامتين، منهما ما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. يذهلون، يسلون مثل الموت، ما حد ينساه، لكن الناس عنه في ذهول وفي سلوان وفي انشغال بغيره عنه. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، منابر التوجيه والإرشاد، منابر النصح والوعظ، منابر الإعلام والجمع. متى آخر ما سمعت خطبة في التحذير من الدجال؟ الهياط السياسي خضر جاجيل، الثورات وما الثورات، وقاموا وقعدوا، وداعش وما داعش، وأما ما يهم الناس في دينهم وعقيدتهم وفقههم وعباداتهم فآخر أولويات بعض الناس. الدجال أليس اللائق أن يخطب عنه في كل شهر في هذا الزمان؟ لأن العهد منه قريب، ونحن أشد ما يكون ما يجب علينا في التحذير والنذارة منه. يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. ومن المنابر منابر الإعلام، منابر التوجيه، منابر الدرس والمحاضرة، يجب فيها التنويه بخطر المسيح الدجال، لأنه أعظم فتنة حذرها علينا النبي عليه الصلاة والسلام. لا بل هناك فتنة خافها علينا عليه الصلاة والسلام أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. ما هي؟